السلام عليكم. محاضرتنا اليوم الدرس السابع من الفصل السادس، الجهاز الهضمي في الحمامة. معكم إيمان نوري مدرسة المادة. التركيب الداخلي للحمامة. أولا الجهاز الهضمي. يتألف الجهاز الهضمي في الحمامة من أولا القناة الهضمية بأجزائها المختلفة، وباء الغدد الملحقة متمثلة بالكبد والبنكرياس. راح نتكلم هسه عن القناة الهضمية. تتألف أجزاءها، أول جزء من القناة الهضمية هو الفم. تحاط فتحة الفم بالمنقار، والحمامة تفتقد إلى الأسنان، واللسان يتصل بمؤخرة ضاع تجوف الفم إلى البلعوم ويكون مدبب بالنهاية الأمامية. هسه الفم بش يحاطنا بالمنقار، والحمامة ما تسنون، واللسان مثبت بالقاع، مؤخرة القاع لتجوف الفم المؤدي للبلعوم، ونهاية اللسان تكون النهاية الأمامية مدببة. ها بالنسبة إلى الفم. اثنين البلعوم. هسه أول جزء من القناة الهضمية الفم، ثاني جزء البلعوم. يؤدي الجوف الفمي إلى البلعوم، يعني بعد تجوف الفم يجينا البلعوم. يكون بالحمامة قصير والجدران مالته عضدية. شو موجود بالبلعوم؟ أولا يوجد وسط الجدار الظهري للبلعوم شق صغير يمثل فتحة مشتركة لقناتي أوستاكي اللي راح ترتبط بالأذن الوسطى من كل جانب. توجد فتحة المزمار في وسط قاع البلعوم المتمثلة بشق طولي يؤدي إلى الحنجرة في أعلى الرغامة. ها بالنسبة لمن؟ إلى البلعوم. بعد تجوف الفم يجينا البلعوم، والبلعوم يكون قصر بالحمامة، الجدران مالته عضلية، ووسط الجدار الظهري للبلعوم موجود شق يمثل فتحة مشتركة قناة أوستاكي اللي تربط البلعوم بالأذن الوسطى، ويوجد أيضا فتحة المزمار بوسط قاع البلعوم متمثلة بشق طولي يؤدي للحنجرة في أعلى الرغامة أو القصبة الهوائية. وراء الفم قلنا البلعوم، وراء البلعوم المرق. يؤدي هنا البلعوم إلى المرق اللي يتمثل بشكل أنبوبة عضلية الجدران وتكون أطول من البلعوم طويلة نسبيا، يقع على الجهة الظهرية من الرغامة، يعني الرغامة القصبة الهوائية، بعدين موجود المرق. يمتد من العنق ويتميز المرق بالحمامة. أول جزء من المرق يكون متسع بشكل تركيب كيسي، ايش نسميه؟ نسميه الحوصلة، يعرف بالحوصلة. شو تمثل ان الحوصلة؟ مخزن للطعام، وهو بالحمامة ينتج يعرف بلبن الحمام. اما الجزء الثاني يكون انبوبة ضيقة. لو ناخذ تعريف للبن الحمام، نقول هو سائل يفرز في الحوصلة يتكون من تكسير الخلايا الظهرية المبطنة للحوصلة، وتستخدم البالغات في تغذية الصغار مع مواد غذائية، وهو يحتوي على نسبة دهون أعلى من لبن البقر. بعد المرق المعدة. هسه أخذنا الفم، بلعوم، مرق، هسه المعدة. يفتح المرق بنهايته عند المعدة التي تتميز بالحمامة أهم إلى جزئين. الجزء الأول من المعدة أسموه المعدة الأمامية، جزء مخروط الشكل، يطلق عليه بالمعدة الغدية. سبب لأن بطانتها غدية تفرز مواد هضم. فالجزء الأول من المعدة يدعى المعدة الأمامية، جزء مخروط الشكل، يطلق عليها بالمعدة الغدية لأن بطانتها غدية تفرز مواد هضم. باء القانصة، وهي الجزء الثاني من المعدة الذي يسمى المعدة العضلية، ويتميز بجدرانه العضلية سميكة، ويكون مبطن بطبقة متقرنة سميكة تحصل فيها عملية الهضم الميكانيكي. بالنسبة لمن؟ القانصة. يكون تعليل على ابتلاع الحمام بقطعة صغيرة من الحصى الجواب، لأن هذه الحصى تساعد المعدة العضلية في طحن الطعام وسحقه، والذي يتمثل عندنا بالحبوب. بعد المعدة راح تجينا الأمعاء. الأمعاء راح يكون عندي نوع من الأمعاء دقيقة وغليظة. الدقيقة ما راح تتألف لي أول شيء 12، يأخذ شكل حرف يو، يرتبط ضلعه الأول بالقانصة، في حين يرتبط ضلعه الثاني بالجزء الذي يليه الأمعاء الدقيقة اللي هو من الفائفي.
اللفافي شنو هو أطول جزء بالأمعاء؟ اللفافي أطول جزء في الأمعاء، ترتبط طياته بواسطة المسادق الغليظة. الأمعاء الغليظة راح تتمثل بالحمام بقناة قصيرة تكون أسمك وأوسع قطرا من الأمعاء الدقيقة، أسمك وأوسع قطرا من الأمعاء الدقيقة، وهي متمثلة بالمستقيم الذي يقع في منطقة المجمع، والمجمع يقع إلى خارج من فتحة المشتركة. أعاوي المستقيم بروزات أنبوبية قصيرة توجد عند منطقة اتصال المستقيم باللفائفي. عندنا نوعين من الغدد الملحقة اللي هو الكبد والبنكرياس. راح نجي الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي والقناة الهضمية. أول شيء الكبد، نقول يتألف الكبد في الحمام من فصين أيمن وأيسر، يبرز من كل فص قناة صفراوية تفتح في ضلعين 12، وكيس الصفراء يكون مفقود في الحمامة. أما الغدة الملحقة الثانية هي البنكرياس، يتمثل في الحمام بفص أسطواني يوجد محتضنا بين ذراعي 12، يعني احنا حرف اليو 12 فبيناته موجود البنكرياس، تفتح الأقنية مالته في ذراع 12. هاي الصورة نوضح بها المكونات الجهاز الداخلي للحمامة. شوف تشرح داخل الحمامة، شوف راح احنا موضوعنا جهاز الهضم، احنا ماخذين قبل الرسمات الجهاز الهضمي، وهسه هذا فتحة الفم وحاطة بالمنقار، بعدين موجود عندنا البلعوم، تشغل البلعوم، ورا البلعوم يكون المرئ، وموجود عندنا هالحوصلة، وراها يجينا الأمعاء الدقيقة الاثنى عشري واللفائفي والأمعاء الغليظة. هاي تفتح إلى خارج عن طريق فتحة مشتركة بالمجمع. هاي الجهاز الهضمي في الحمامة. جهازنا لهذا اليوم.